صباح الفل، انا في وسط البلد عشان الديران. المدينه جميله قوي في الاوقات دي. لو انت هتفضل ترد على كل كلمه وتبرر كل حرف من الهبد اللي انت بتسمعه، يبقى احنا هنضيع وقتنا ومش هنبقى عندنا وقت حتى ناكل، وقت حتى نهرش وننزل البراغيث البيضة. فنصيحه، سيب الهبات يهبد، والعبره بالنهايات، العبره بالنهايات. وهكلمكم عن الرخصه وتكاليفها ونظام استخراج الرخص هنا ازاي. يعني دي حاجه برضو حبيت اضيفها في يومنا هذا، ويومكم عسل ان شاء الله باذن الله. ويلا بينا عشان هتبقى حلقه فاخر من الاخر. صباح الفل، صباح الفل، صباح الفل، اخباركم ايه؟ رايح ابص في محل الكترونيات بيبيع حاجات الكترونيات، لابتوب، درون، ما اعرفش ايه. عاوز اشوف الدرون ان شاء الله، عاوز اظبط الايام اللي جايه دي القناه. احنا بقينا فاضيين دلوقتي ومستنيين الكورس الجديد. المهم عاوز اكلمكم على الفورشاين اللي هي رخصة القيادة هنا في ألمانيا. لو انت عاوز تشتري عربية، والقوانين والتحابيش والنظام عشان الناس تبقى عارفة. يلا بينا، وفي نفس الوقت نقول على رخصة القيادة داخل ألمانيا. يلا. طبعا الجو يا جماعة مش عاوز اقول لكم، هذه الايام جو جميل جدا، لا بيحتاج ايس كاب ولا بيحتاج اجوانتي وانت ماشي حتى في الشارع. انا لما بخلص مشاويري او مصالحي ببدأ بقى اشوف نفسي واشوف احتياجاتي الخاصة واشوف حياتي ودنيتي وهكذا الكلام. رايح اشتري اللي هو الديرون ده، بصراحة يعني بعمل لها خطة، بشوف اجيب ايه وانضف حاجة واحسن حاجة، وفي نفس الوقت برضو ما تبقاش مكلفة زيادة عن اللزوم. الحمد لله رب العالمين، انا ما بحبش موضوع القسط. يعني التليفون اللي انا بصور بيه ده شريه كاش، الحمد لله رب العالمين. وكان معايا 4 من صحابي، 4 جنسيات او 3 تقريبا، كان عبد الله وكان عبد الرحمن وكان ناصر، معايا 4 افراد. احنا كنا 4 جنسيات. هل معقولة 4 جنسيات هنكذب عشان عيل هلفوت نشال؟ مش فاهم انا جايبه قسط ولا جايبه كاش ولا جايبه. وبعدين بالمناسبة هو فور مشتريه، يعني قلوط برضو. القصد انا لما الاقي واحد بيهبت ف بحاول ان انا اعريه وادي له الكشاف على قفاه. الكشاف على قفاه ان انا اطلعه كذاب وقليل الحيله ما بيفهمش حاجه وحته حمار. تعالوا نخش من هنا، نروح بقى لرخصه القياده. رخصه القياده اولا انت بتتعلم في العربيه بتاعه المدرسه اللي انت بتتعلم فيها. يعني انت ما بتشتريش عربيه وتقول لهم تعالوا علموني على عربيتي، لا، الكلام ده مش صحيح. طيب عشان تطلع رخصة هنا في ألمانيا، الموضوع بياخد معاك من 2.5 لـ3 شهور، 2.5 لـ3 شهور، وممكن أقل حسب خبرتك في القيادة. طيب بتمتحن أو بتتدرب على عربيتك زي ما قلت لكم؟ لا، بتتدرب على عربية المدرسة. المعلم اللي هو بيعلمك بيدي لك ميعاد وبتروح له. كان الأول حسب ما عرفت ان هو بيجي لك حتى باب بيتك، دلوقتي ما بقاش هذا الكلام عشان الضغط. طيب قبل ما تتعلم القياده او تقدم على الرخصه بتروح المدرسه، اول حاجه بتدفع 500 اورو عشان ابقى دقيق، حوالي 450 اورو تسجيل في المدرسه. بيجي لك 15 درس نظري وزيهم او اقل منهم عملي اللي هو القياده. طيب النظري بتتعلم فيه ايه؟ بتتعلم فيه الاشارات، بتتعلم فيه الرموز اللي هي بتبقى موجودة في الأرض، بتتعلم فيه حاجات كتيرة جدا بتبقى مهمة في القيادة. يعني هي قصة مش ديركسيون وانت بتسوق بس وخلاص، لا، لازم كمان تبقى عارف قوانين الشارع. اليافطة اللي زي دي بترمز لإيه؟ يافطة زي دي بترمز لإيه؟ اليافطة دي بترمز ان هنا ممنوع الانتظار، اليافطة دي بترمز ان الاتجاه إجباري للشمال، و كاتب لك لكن في الاختبار انت ما بقاش كاتب لك كلام تحت اليافطه. طيب اول ما بتقدم في المدرسه لازم تجيب موافقه البلديه ان انت تطلع رخصه، سواء الرخصه دي جديده او انت معاك رخصه قديمه وعاوز تعمل رخصه هنا في المانيا. الموضوع بياخد له بتاع حوالي شهر، شهر ونص لحد ما يجي لك الموافقه. بياخد شهر، شهر ونص لحد ما تجي لك الموافقه. اول ما بتجي لك الموافقه بتروح رايح على المدرسه اللي انت دفعت فيها ال 450 اورو اللي انت دفعتهم في الاول. خلاص بعد كده الدروس النظري
كل حصة بتدفع حق الدرس، وبيبقى غالبا في معظم المدارس حوالي 50 أورو في الدرس النظري، والساعة ونص في العملي بتبقى 130 أورو. لا يعني الموضوع مكلف، الموضوع مكلف جدا وما هوش سبهلالة. يعني انت لما بتبقى راكب جنب القائد بتاعك او المدرب بتاعك ما بتمسكش التليفون وتقعد تصور بقى وتهزر ومش عارف ايه وتتكلم وتتريق، لا بتبقى قاعد منتبه للطريق، لان انت بتبقى ماشي في الشارع، بياخدك مرة على الاوتوبان، بياخدك مرة داخل المدينة، بياخدك مرات في الليل، مرات بره الليل، وهكذا الكلام، بينوع معاك كل وقت بتروح تاخد فيه حصة لحد ما يقولك خلاص انا بقدم لك على الامتحان العملي الاسبوع الجاي. الامتحان العملي بتروح المدرسة، بتركب السيارة بتاعت الاختبارات، بيبقى قاعد واحد جنبك وواحد وراك عشان يلاحظوا الاخطاء بتاعتك. السيارة اللي انت بتبقى راكبها ما بتبقاش سيارتك لشيء بسيط. ايه هو الشيء البسيط ده عشان الناس الجهل اللي ما بتبقاش فاهمة حاجة؟ اولا العربيه بتاعه اللي هي الاختبارات او عربيه المدرسه بتبقى مجهزه ان اللي جنبك يدوس ورامل يلحق كارثه انت هتعملها. يعني ده ما بيبقاش في عربيتك، وعربيتك ما بتبقاش مجهزه بهذا الكلام. فهمت يا جاهل؟ فهمت يا بصمجي؟ انا بس بعلمك والله، والله العظيم بعلمك عشان انت اوفه فلقوس الشوشل ميديا ولا بيديا زي ما انا بكتبها. تيجي بقى في اخر القصه دي تلاقي نفسك دفعت لك ما بين الألفين ونص للتلات آلاف أورو عشان تطلع الرخصة. طيب التلات آلاف أورو يعملوا كام بالمصري؟ يعملوا 150,000 جنيه، يعملوا 150,000 جنيه. حيلتك انت ايه لما تيجي هنا يا أوران يا نشال وعاوز تعمل الرخصة؟ هتجيبهم منين؟ أساسا احنا لو شخلناك ومسكناك من رجلك زي العيال الصغير كده وهزناك مش هتنزل 200 أورو. فيا جربوع احترم نفسك واحترم نفس أمك. كفن ايه يا زناوي يا ديوس؟ كفن ايه؟ هقول ايه بس؟ هقول ايه؟ عشان ما اقلش ادبي عليك وحسابك قلت لك في البلد مش هنا. فهمت يا عبيط اخواتك؟ بس ده تقريبا ليه موضوع الرخصه يا جماعه. الرخصه هنا بتتكلف كتير جدا، مبلغ كبير، والموضوع مش بسيط. ده في دراسه وفي مذاكره وفي انت لازم تكون بتسوق اصلا او هتتعلم القياده من جديد. فالمعلم ده مبقاش فاضي للدلع بتاعك وبتاع امك عشان تمسك له تليفون وتقعد تصور وانت راكب وانت سايق. مفيش الكلام ده يا جماعه، الكلام ده ممنوع، الكلام ده مفيش، الكلام ده العبط بس هم اللي بيبقوا متخيلينه في دماغهم عشان هم محدثين نعمه مش لاقيين ياكلوا، جوعانين من الاخر. لكن عشان هو جعان قليل الحيله، نشال ايده طويله، اخته معرفش فيها ايه روح شوفها، امه معرفش فيها ايه روح شوفها. شوف معايبك، مالكش دعوه بغيرك. فهمت؟ وبعدين انت كل شويه تجيب سيره الناس ليه؟ يعني انت كل شويه تجيب سيره الناس ليه؟ ما انت هتتربى انت وهم، فعيب عليك واحترم نفسك عشان ما اقلش ادبي عليك تاني. في ناس بتبقى متعوده على ان هي تسرق، فيبقى ماشي بيتلفت وراه حاطط الكاميرا مخبيها جوه الجاكيت بتاعه من الرعب والخوف. مفيش حريه تعبير، ما يقدرش يقول كلمه عليها العين. وبعدين ايه علاقة المغول باللي احنا فيه؟ وايه علاقة قطز؟ انت يا ابني بتبرشم ايه؟ قول بس قول. جيت المحل عشان اشوف موضوع الدرون ده، لقيت باور بانك كنت جايبه من مدة كنت جايبه 20 أورو، مش ب 22 أورو ولا 23 أورو زي ده. عندهم حاجات كتيرة قوي، خلينا نتفرج وبعد كده الله كريم. جيت لقيت عندهم الثلاث موديلات دول بس، علاوة على في الموديل هنا كلهم مافيك اير بكام بقى؟ ب 1129، ب 799، ب 1019. دول التلات موديلات اللي انا لقيتهم. في موديلات تاني مفيش موديلات تاني. في موديل هو عامل 818 وفي موديل عامل 388 اورو، يعني 400 اورو. شايف؟ يعني حوالي قول 50,000 جنيه، قول 50,000 جنيه. نبص على الكاميرات، يعني في الكاميرا دي ب 299 اورو وفي اختها دي اكبر منها بشويه عامله 539 اورو.
الحاجات دي غالية جدا، حتى الشطيف اللي هو الحامل ده اللي هو متحرك ضد الهز والبتاع ب109. كان عندي واحد اكساومي في اوكرانيا في كاميرات، شفتوا السوني دي؟ السوني دي جميلة، بس انا بحب الكانون، الكانون ممتازة ب579 اورو اللي هي السوني دي. عندهم كاميرات كتيرة قوي، الكانون دي كبيرة الحجم الكبير، في الحجم الصغير قد السوني دي، ممتازة ممتازة ممتازة. بكام الكانون دي؟ الكانون دي EO5 بكام يا سيدي؟ ب619. في دي اللي هي الالفين دي بكام؟ ب490 اورو وال500. في الكانون ده النوع دون مش كاتبين عليه سعر، العدسة دي تمنها 209، عدسة تاني تمنها 450 اورو، قصدي 500 اورو عفوا. فعندهم حاجات كتير، لكن انا شفت في ميديا ماركت شفت حاجات احلى من كده، فخليني اضاهي، ممكن ما اشتريش عادي يعني، قرار خدته وسلام عليكم. انا شايفين العدسة دي، العدسة دي تمنها 1199، 1200 اورو. دي شكل الكاميرا اللي هي السوني اهيا، شايفها جوه اهي مفتوحة الشاشة بتاعتها، جميلة جدا تصور سيلفي وممتازة. في حاجة تانية اضخم اهي سوني برضو، بس مش كاتبين عليها سعر، يمكن تكون علبتها، لا دي علبتها دي هنا اهي، يعني حاطين حاجات كده ومش كاتبين اسعار في معظم، حتى الباترينا مش شيك ولا بتاع. لما رحت ميديا ماركت شفت الحاجات دي كانت معروضة، وتمسكها في ايدك وتشوف وتتفرج وتنقي حتى الوزن، عشان خلي بالك اللي هو الديرون دون لازم تكون مني زي دي اللي هي اقل من 250 جرام، خلي بالك من الموضوع دون، فهمت يعني؟ طبعا محل كبير جدا زي ما انتوا شايفين، بصوا عامل ازاي. يلا بينا نكمل. عندهم حاجات كتير قوي، بصوا انا بصور يا جماعه، بشوفه بصور اهو عادي اهو، ومسك التليفون في ايده والناس كلها شايفاني، والكاميرات. انا ما دخلتش محلات قبل كده احط الكاميرا تحت الجاكيت واصور سرقه زي الحراميه. ما في دول كده يا جماعه ما تقدرش تمسك كاميرا وتمشي في الشارع تصور كده، او تخش محل زي ده فخم زي ده وتمسك الكاميرا كده وجه لوجه قدام الكاميرات وقدام الناس. اهو بص الكاميرات اهي فوق اهي، شايفينها في كل مكان كاميرات، وفي حاجات جميله قوي موجوده، ودي في دي وحاجات حلوه 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 اهو، حاجات كتيره كتيره عندهم ما شاء الله. وانت بقى بتدور وتنقي على حاجتك، الصبات اهي شايف الصب، بص حاجات صغيره وحاجات ضخمه زي اللي ورا دون، وكله بالاسعار اهو، شايف اهو عاملين عليه عرض ب 119 اورو اهو الصب ده، شايف؟ وانت بتنقي الحاجه اللي انت عاوزها. في السماعات اهي، انا دايما اجيب الحاجات دي، مش غاليه خلي بالك الحاجات دي، 16 اورو ب 20 اورو، وفي حاجات اغلى ب 70 اورو، وفي حاجات ب 35 اورو، زي ما انت عاوز، وماركات وحسب القصه اللي انت عاوزها. يعني مثلا الماركه دي فيليبس بكام؟ ب 30 اورو، يعني مش قصه مش قصه، بصوا 41 اورو 40 اورو 19 اورو، انت بتنقي بقى الحاجه اللي انت عاوزها. طبعا الشغل ده حريمي، مالناش احنا في الحريمي، احنا لينا في الرجالي، فاهم؟ والسلام عليكم. يعني دي مثلا ماركتها سيمنز، هنا الماركات العالميه سيمنز سامسونج فيليبس بص كتير كتير، ماركات كتيره ب 124 اورو 125 اورو، دي عاملين عليها عرض ب 87 اورو 88 اورو، اهي دي معمول عليها عرض اهو تخفيض، طالما العلامه الحمراء دي بص كانت ب 109 ومنزلينها 87 اورو، فهمت؟ اهي دي عاملين عليها عرض، كانت بكام؟ مش كاتبين كانت بكام، بس ده لما يجي الحته الحمراء دي على برايس دون تعرف ان ده كان بثمن غالي ونزلوها، دي عامله 50 اورو اهي، دي كانت ب 229 اورو او ب 230 بقت ب 159 تقريبا، النص تقريبا بقت النص، عاملين عليها عرض. في عرض تاني هو كانت ب 149 اورو دلوقتي بقت بكام؟ ب 99 اورو 100 اورو، انت واخد بالك؟ وبتنقي الحاجه اللي انت عاوزها. بص شايف دي بكام؟ ب 269 اورو، دي ب 300 اورو، حته سماعه، سماعه ب 300 اورو اهي، شايفها؟ تقعد سنه تحوش فيهم ال 300 اورو ده انا الشال، انت واخد بالك؟ تخش تشتري بفلوسك، محدش بيجب عليك، فاهم يا جميل؟ اهو سماعات كتيره قوي، موديلات كتيره، وماركات عالميه كلها، وحاجات والناس بتشتري، خلي بالك الناس بتشتري. بالصدفه جالاكسي زد فليب 5
طب انت معاك 5 ولا 4 يا خالد ولا 3؟ انا معايا 4. الفرق بينه وبين اللي معايا ايه؟ ان الشاشه دي بس كبيره، الشاشه دي كبيره تقريبا بنفس الحجم ده. خطر والله العظيم خطر، خطر لانها الشاشه دي خارجيه، فممكن يقع منك هتتكسر الشاشه دي هتزعلك. وتمن التليفون كام؟ تقريبا نفس السعر اللي انا اشتريت بيه الزد فليب 4 اللي انا اشتريته ب 1200 اورو، ده عامل برضه 1200 اورو. هما سامسونج اول ما بينزل موديل جديد بيبقى غالب الشكل دون، وبعد كده بيرخص. يعني تليفوني دلوقتي تقريبا بقى ب 800 اورو، فعادي بالنسبه لي، عادي مش مشكله. انا مش جايبه عشان اكسب فيه او ان هي تجاره، لا، ساعه زي اللي انا جايبها مالها؟ وحشه، وحش قلته، قله مفيش، هي اللي بتحوج، فهمت؟ سامسونج برضه جالاكسي، صباح الفل. بصوا الساعات، الساعة ب 187 اورو، 107 يعني 200 اورو، 250 اورو، 360 اورو، 500 اورو، 400 ولا 350 اورو، شايف؟ شرحه 300 اورو، يعني الحاجات دي مش رخيصة يا جماعة. يعني معلش لما تكون أنت شحلاف ما حلتكش الهوا، بتحترم نفسك وتخليك في حالك، ولا لازم أهزق أمك كل شوية؟ يعني أنا مش فاهم. وعاملين عليها عرض كمان ب 350 اورو، كان تمنها مش كاتبين كان كام تمنها، شايف؟ مش كاتبين تمنها كام، فهمت يا حبي؟ وانا بصور قدام الناس اهو، والعمال اهي، والموظفين اهو، والامن والكاميرات والدنيا، شايف كاميرا فوق اهي، فاهم يا حبيبي؟ يلا يلا. شايف الساعه الجالاكسي بكام؟ ب 401. ما كنتش واخد بالي من البرايس بتاعها هنا، ولكن سالت وعرفت، نفس التليفون بتاعي، 2 كاميرا بس الشاشة كبيرة من بره، لكن نفس الديزاين، نفس القصة اهو اللي انا بصور بيه دلوقتي حاليا، اهو بيتفتح كده. روح هاتلك تليفون صيني، فكك من الاصلي، عشان الاصلي مش هيوائم السحن الملخبطة دي. وبعدين ايه البشلة اللي في رقبتك دي يا بشلاجي؟ ايه رأيكم يا جماعة؟ شايفين ساعة ب 300 اورو، غيرها برضو جالاكسي، هوريكم تحفة. كان قدامي برضه وانا بشتري التليفون بتاعي وما رضيتش اجيبه، اللي هو الجالاكسي زد فولد 5. بكام يا باشا؟ بص التليفون عامل ازاي؟ ب 1700 1800 اورو. ساعه ما كنت بشتري الثاني بيتفتح زي الاخينه ده، وتبقى الشاشه كبيره جدا كانك ماسك تاب، ما عجبنيش، بس التليفون فخم قوي، فخم فخم يعني، انت واخد بالك؟ لانه جواه شاشتين اهم، شايف؟ ف يعني ايه يا عم ده؟ احنا بندور على اللي نحطه في جيبنا ما يبانش، الاربعه او الخمسه. هات لك تليفون صيني اسمع كلامي، مش حمل الكلام ده، انت بطل كذب وفشر عشان مش هياكل. قبل ما نمشي بس عاوز اوريك الاس 23 السامسونج، خلاص ال 24 نازل، بكام؟ ب 1329 اورو. بص التليفون عامل ازاي؟ شايف؟ 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 الترا، صباح الفل. لسه خارج من المحل دلوقتي، الفرع صحيح اسمه في وسط البلد، تعالى المحل تقريبا 4 ادوار، خش بقى وعيش جوه المحل. خلينا نخرج على الاشتات والله كريم. صراحة الدرون شيء مش اساسي عندي، انا بفكر ان انا اشتريه، مش معنى ان انا بفكر اشتريه ان انا هشتريه. لقيته غالي، غالي في الوقت دون، لاني انت بيبقى عندك مصاريف، عملت رخصه، اشتريت عربيه، ظبطت شقتك، ظبطت حياتك، سطرت على عيالك، كل دي مصاريف علاوه على المصاريف الجانبيه اللي انتوا عارفينها، فما تحطش عيشه على امه الخير، فاهمه يا ازهر؟ بصوا المرجحه الكبيره دي، ومرجحينا يا مرجحه، صباح الفل. يعني ده تقريبا يومي النهارده، قضيته في وسط البلد، بصيت على بعض الاشياء اللي انا عارف تمنها من قبل كده، بس قلت يمكن الاقي حاجه ارخص او عاملين عروض في محلات اخرى، لان انا رحت ميديا ماركت ورحت المحل دون، والله المستعان. طيب ايه اقول لكم ايه من هذا المكان الجميل الفخم؟ اشوفكم على خير، واحترم نفسك، السلام عليكم.